الوزير الصديق العزيز على هذا اللقاء. لكم من الوفد الجزائري جزيل الشكر على هذه الالتفاتة الطيبة. نحن كذلك نعتز بالشراكة الجزائرية الصينية، وكنتم أنتم السباقون في نصرتنا إبان ثورتنا التحريرية، وردينا عليكم الجميل بالجميل في الأمم المتحدة. فأواصر الصداقة والشراكة بين الصين والجزائر قديمة قدم وقوفنا جنبا إلى جنب في تحرير بلداننا وفي استعادة حقوقها الشرعية. نحن نعتز بهذه الشراكة التي عرفت في المرحلة الأخيرة نقلة نوعية لافتة، لا سيما بعد زيارة الدولة التي قام بها السيد عبد المجيد تبون إلى الصين في السنة الماضية. ونحن نشهد اليوم انطلاقة ودفعة جديدة في هذه الشراكة نتيجة كل القرارات التي اتخذت في إطار هذه الزيارة. فسواء تعلق الأمر بالتشاور السياسي أو بالتعاون الاقتصادي، فإن الدفعة وإن القفزة النوعية ثابتة وتتجلى للعيان. ونحن هنا أنتم ونحن اليوم حريصين كل الحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولقد شرعنا في ذلك بنجاح، يمكنني قول ذلك.